لأجلك يا بهية المساكن يا زهرة المدائن يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي. القدس مدينة الصمود إزاء محاولات تهويدها عبر حوالي 70 عاما مضت، ففي عام 1948 احتلت إسرائيل 66.2% منها، فيما بقيت البلدة القديمة ومقدساتها تحت سيطرة العربية، إلى أن احتلتها بالكامل عام 1967 مع الأراضي العربية الأخرى في مصر وسوريا. في أغسطس عام 1969 أحرق الأسترالي دينيس مايكل المسجد الأقصى، وأتت النيران على محتويات الجناح الشرقي للجامع القبلي في الجهة الجنوبية للمسجد. وفي يناير عام 1976 أقرت المحكمة المركزية الإسرائيلية حق اليهود في الصلاة داخل ساحات المسجد الأقصى. وفي عام 1980 أصدر الكنيست قانون القدس الموحدة، والذي اعتبر شطريها الغربي والشرقي عاصمة لإسرائيل، وسط رفض عالمي وقرار أممي واضح ببطلان القانون. وفي عام 1994 أعلنت السلطة الفلسطينية عن قيام الاحتلال الصهيوني بحفر نفق أسفل المسجد الأقصى، مما يشكل خطورة على الآثار الإسلامية بالمدينة، وتزامن ذلك مع استمرار الاستيطان ومصادرة الأراضي العربية في القدس وتجريد السكان الأصليين من إقامتهم الشرعية، إلى أن اقتحم رئيس الوزراء الصهيوني إرييل شارون في سبتمبر عام 2000 باحات المسجد الأقصى، مما تسبب في انتفاضة فلسطينية كبرى تبعها ارتكاب قوات الاحتلال مجزرة بحق المصلين. الغضب الساطع هادئ وأنا كل إيمان. وفي عام 1995 تبنى الكونغرس الأمريكي قرارا يلزم رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. وفي عام 2008 افتتح الكيان الصهيوني كنيس يهودي يبعد عن الجهة الغربية للمسجد الأقصى بحوالي 50 مترا فقط، كما قررت بلدية الاحتلال في القدس عام 2012 تحويل ساحات المسجد الأقصى إلى حدائق وساحات عامة مفتوحة لليهود. 22 قرارا من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إضافة لقرارات محكمة العدل الدولية واليونسكو، رفضت إجراءات الاحتلال الصهيوني ومحاولات تهويد القدس، إلا أن إسرائيل ضربت بكل ذلك عرض الحائط. وبعد كل هذه الجرائم يأتي اليوم الذي يوقع فيه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب قراره بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، واصفا إياها بعاصمة إسرائيل، ليضفي شرعية زائفة على دولة الاحتلال، ويكرر جريمة وعد بلفور قبل 100 عام، حيث أعطى من لا يملك من لا يستحق.